صباح عليكم مشاهدينا الكرام، مرة تانية وصلنا مع حضرتكم لفقرة دنيا الجمال مع دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل. بصباح عليك يا دكتور. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الأنف والمشاكل المتعلقة بالأنف وإمتى بنحتاج لجراحات التجميل. خلينا يا دكتور نبتدي في البداية بإيه هي طبيعة تركيبة الأنف؟ بس الحقيقة الأنف جزء جميل بالنسبة للوجه وجزء هام جدا بالنسبة للوجه، ودايما لما اتكلم عن تركيب الأنف افتكر رقم 3. فالأنف دايما تقع في الثلث الأوسط بالنسبة للرأس، وأيضا الأنف تتركب من 3 أجزاء، الثلث الخلفي أو الجزء الخلفي، الجزء العظمي المتصل مع عظام الرأس، الجزء الأوسط، الجزء الغضروفي، الثلث الأمامي هو الجزء الرخو النسيج الرخو بالنسبة للأنف. ايضا لو بصينا للانف نلاقيها عباره عن هرم قاعدته مثلثه. لو بصيت للانف من تحت هتلاقي مثلث، لو بصيت من الجنب هتلاقيه مثلث، هتلاقي اي جنب يمين شمال من تحت هتلاقيه مثلث. وعشان كده دايما لما نبص على الانف نفتكر الرقم 3. فده التركيب بالنسبه للانف، جزء عظمي، جزء غضروفي، جزء رخو. طيب احنا اتكلمنا عن قبل كده عن ان في تشوهات خلقيه ممكن تصيب الانف، ولكن ايه هي يا دكتور اشهر التشوهات الخلقيه اللي بتحتاج فعلا ان احنا نجري جراحه تجميل؟ شوف التشوهات الخلقيه اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه للانف كثيره جدا. على سبيل المثال ممكن تكون الانف كبيره، صغيره، مرتفعه، منخفضه، عريضه. لكن اشهر تشوه خلقي بالنسبه للانف ما يسمى بسندام الجنة، اللي هو عباره عن بروز في الانف بالنسبه لاتصال الجزء العظمي اللي متصل بعظام الجمجمه. ايضا في تشوه خلقي مهم جدا اللي هو التشوه الخلقي المصاحب للشفه الارنبيه. في بعض الحالات بنلاقي انقسام في الشفه الارنبيه ومصاحبه انقسام ثاني. يمكن احنا بنعرض دلوقتي قدامنا جزء من اجزاء التدخل الجراحي. الجزء اللي انا شايفه اللي بشرحه دلوقتي ده عباره عن كيف يتم التدخل الجراحي التجميلي لعلاج التشوه الانف اذا كان مصاحب للشفه الارنبيه. نعمل قطع زي ما انت شايفه، بيكون عباره عن جزء مثلثي موجود من الاسفل، ونرفع الانف بالكامل الى اعلى ونشيل الجزء اللي فيه التشوه اللي موجود. يمكن احنا هنا هنلاقي ان احنا بنقدر نشيل جزئين من الخلف وجزئين من الامام، وبعدين نعيد الانف بالكامل كما كانت. ده بيكون من العلاجات اللي هي ممكن استخدمها في التشوه اللي فيه عباره عن اصابات مصاحبه للشفه الارنبيه. ده خليني يا دكتور اسالك، امتى بيتم التدخل الجراحي لاصلاح هذه التشوهات الخلقيه؟ هل ان انا بلجا لهذه العمليات فور الولاده؟ حضرتك قلت لي في حالات ثانيه لازم نبتدي بعد الولاده، هل في الانف نفس الموضوع؟ شوفي انا سعيد جدا بالسؤال ده، لان الحقيقه عاده اصلاح التشوهات الخلقيه في الانف يتم عند مرحله البلوغ. يعني لو كانت الانف كبيره او صغيره او في سندام الجنة موجود من اعلى، انا يفضل التدخل الجراحي لما يحصل بلوغ، لما تكون كل عظيمات وغضاريف الانف قد وصلت الى النمو الكامل، فبتكون عن سن 14 سنه وطالع. لكن اذا لقينا في تشوه مصاحب للشفه الارنبيه زي ما انا شرحت في العمليه النموذج قبل كده، ده يتم التدخل الجراحي لاصلاحه اللي هو الجزء ده بمجرد يعني. هنا برضو في يمكن انا بعرض حاله قدامك موجوده يا استاذه، دي كان عباره عن ورم دموي موجود في الانف في طفله صغيره زي كده، مجرد ما كانوا بيلمسوا هذا الورم الدموي كان بيحصل نزيف. حاله زي كده ما اقدرش اسيبها، لو سبتها ممكن يحصل لها نزيف تموت فيه. ففي الحاله دي لابد من التدخل الجراحي. مجرد ما عرض الطفل عليكي حاله زي كده بنعمل لها علاج عن طريق بعض الانواع من الليزر، زي انواع معينه من الليزر ان دي جريتر او داي ليزر وحاجات زي كده، وبعد كده نتم بالتدخل الجراحي بعد جلسه او جلستين عشان ما يقلش نزيف. يمكن اللي احنا بنعرضه دلوقتي ده اصابات الانف. هنا اصابات الانف زي ما انت شايفه سيادتك، اللي هي الاصابه اللي فيها عيان زي الملاكم اللي كان موجود قبل كده، او زي الجراحه اللي موجوده قدام سيادتك قبل كده. هو نتيجه الحوادث لا قدر الله، دي ممكن تكون نتيجه حوادث او نتيجه رياضه عنيفه، او قد تكون نتيجه حروق. ممكن نلاقي في تشوهات بتحصل في الانف نتيجه حروق. والحقيقه مهم قوي ابص زي ما هو موجود قدامي على انواع هذه الاصابات.
قد تكون الإصابة إصابة بسيطة اللي فيها الكسر موجود في الأنف دون أن يكون فيه فتح موجود في الجلد. وقد تكون الإصابة جرح كسر مرتب أو كسر مضاعف اللي فيه بلاقي قطع موجود في الجلد، سواء كان من الجلد من الخارج أو قطع في النزيج الرخوي من الداخل. بنشوف إزاي لما العيان ينزف. هنا بنسمي هذا الكسر من الكسور الكسر المختلط أو الكسر المضاعف. لكن لو ما كانش فيه أي قطع يبقى ده كسر بسيط. وبالتالي بتختلف طريقة العلاج أو التدخل من حالة لأخرى في مسألة الإصابات. برضو ده سؤال مهم جدا يا أستاذة، إن أنا لا بقول إن التدخل الجراحي لعلاج التشوهات الخلقية عند مرحلة البلوغ، لكن جالك إنسان عنده حادثة هتستنى عليه وتصلح الكسر بعد البلوغ؟ أبدا، محتاجة تصلحيه في الحال. يبقى هنا الاستثناء اللي موجود إن أنا ممكن أعمل إصلاح للتدخل الجراحي لكسور الأنف إذا كان هذا مصاحب لحادث زي ما شفنا، أو كان في ورم دموي زي ما شفنا حالة الطفل الصغير الموجودة اللي محتاج تدخل جراحي لتجميل الأنف وإصلاح هذا التشوه بمجرد إنك أنت ما تكتشف الحالة أو تشوفيها. إيه أشهر الأورام يا دكتور اللي ممكن تصيب الأنف، وإمتى أنا أقدر أشخص إن ابتدت تظهر عندي مشكلة؟ الحقيقه اورام الانف اورام كثيره جدا، كل جزء في الانف ممكن يتكون فيه ورم، يعني الجزء العظمي يعمل ورم، الجزء الغضروف يعمل ورم، لكن اشهر الاورام فيه ورمين الحقيقه، الورم القاعدي اللي زي ما انا بشوفه دلوقتي اللي بيكون عباره عن ورم قاعدي يعني ورم سرطاني في مكانه وده محتاج ان انا اشيله، ولما اشيل هذا الورم محتاج اجيب له جزء تعويضي، قد اخده من خلف الاذن زي ما انا شايف دلوقتي بستأصل جزء لان جلد الاذن يشبه لجلد الانف فبزرعه، او قد اخده من الرقبه ممكن الجلد الرقبه شبيه لجلد الانف، او اخده من البطن. فاي جزء من الاجزاء الثلاثه دول لما تعملي جزء تعويضي بالنسبه للانف في الحاله دي يقدر منظر الجرح بعد كده يكون قريب جدا من منظر الجلد لدرجه انك انت ممكن ما تعرفيش ان كان في ورم موجود في هذه المنطقه. فاشهر الاورام يا ورم قاعدي زي اللي انا بشوفه وبعرضه دلوقتي قدام سيادتك، يا اما ممكن يكون ورم سرطاني ممتد كبير. في الحالة دي بيبقى جزء كامل من الأنف بيتم استئصاله وابتدي أعمل جزء تعويضي. الجزء التعويضي إن أنا آخد شريحة من مقدمة الرأس ودي الطريقة الهندية، أو شريحة من الخدين ودي الطريقة الفرنسية، أو شريحة من الرقبة ولفها أغطي الجزء اللي موجود قدامي ودي الطريقة الإيطالية. يبقى أنا محتاج في الحالة دي أعمل شرايح لأني شلت جزء كامل من الأنف، شلت جزء كبير من الأنف. لكن في العاده بيبقى العمل بسيط زي ما احنا شايفين دلوقتي، ان احنا بناخد رقعه جلديه يا من خلف الاذن يا من الرقبه يا من البطن من الاسفل ونبتدي نشيل الورم ونغطيه زي ما احنا شايفين في الحاله اللي قدامنا. في بعض الحالات يا دكتور ما بيكونش فيه ولا تشوهات خلقيه ولا لا قدر الله اصابات او اورام، ولكن يعني السيدات مثلا او حتى الرجال ممكن يحبوا يغيروا من شكل الانف نتيجه هم شايفينها غير متناسبه مع شكل الوجه. طيب احنا خلينا نرد على التليفونات، معانا سيد من الجيزه. صباح الخير يا استاذ سيد. اهلا، صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ اتفضل حضرتك معانا على الهواء. عندي اوجاك في الانف. ازيك يا دكتور؟ اوجاك في الانف. ماشي حاضر. طيب حضرتك عايز تسال حاجه؟ لا خلاص. طيب احنا هنرد عليك يا استاذ سيد. حضرتك لو في عمليه مثلا هتكلف كام؟ طيب احنا هنرد عليك حالا. معانا استاذ حمدي من الشرقيه، اتفضل يا استاذ حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا ريت بس نعلي الصوت لو سمحت. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. حاضر. حضرتك بس يا استاذ حمدي اسمعنا من التليفون وعلي صوتك، ما تسمع ووطي صوت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. بحيي الضيف الكريم، بحيي الضيف الكريم بالدكتور مريم. اشكرك، اتفضل سؤالك يا فندم. عندي ابني عنده 20 سنه وعنده كسر في الحاجات الانفي من صغره. ده مأثر على الناحيه الجماليه او النفس؟ لا مش مأثر على الناحيه الجماليه. مأثر على التنفس بتاعه؟ مأثر على التنفس. ماشي اوكي. طيب هنرد عليك حاضر يا استاذ حمدي. طيب خلينا نرد على استاذ سيد عنده اوجاج. الاثنين بيتكلموا في نفس المشكله، اوجاج في الحاجز الانفي. طبعا دي جزء بيتاخد في اثناء اجراء عمليه اصلاح الانف، لابد من اصلاح هذا الاوجاج في الحاجز الانفي، وبالذات لو كان بيأثر على التنفس، لان هذا الاوجاج بيقفل ناحيه ويفتح ناحيه، فبيتم اصلاحه من خلال العمليه اللي احنا بنعملها بالنسبه لاصلاح الانف. وبرضه بالنسبه للاستاذ حمدي ان هو بيقول ان ده بيؤثر عليه من الناحيه الجماليه او من ناحيه التنفس. هو طبعا هو كسر قديم، هو الحكايه ما تفرقش عندك في الاصلاح اذا كان كسر قديم او جديد، لان في كلتا الحالات انت بتتدخلي جراحيا قد نحتاج لكسر للانف لاعاده اصلاحها واعاده تكوينها من جديد. ف
فما يهمش الوقت الفتره الزمنيه قد ايه، ولكن هو قال ان هي تعوق وتؤثر على تنفس هذا الانسان. فهنا طبعا التدخل الجراحي كل ما كان مبكر كل ما كان احسن لاصلاح هذا الاعوجاج اللي في الحاجز الانفي او لاصلاح فتحتي الانف علشان يقدر الانسان يتنفس كويس. طيب نرجع لسؤالنا يا دكتور منير. كنا بنقول ان البعض بيحب ان هو يغير او يجمل من شكل الانف نتيجه ان هو شايف ان هي غير متناسبه مع شكل الوجه او هو مش حاببها يعني بتاثر على حالته النفسيه. حضرتك بتتعامل ازاي مع هذه الحالات؟ الحقيقه يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده مشهور جدا في جراحات التجميل وبالذات في ناحيه الانف. ده يخليني اقول امتى جراح التجميل يقول لا للعمليه اللي جايه لك. امتى يا دكتور؟ في كذا حاله. الحاله الاولانيه لما انت تلاقي ان في عندك التهابات موجوده في الانف، يعني مثلا المريض عنده التهابات مزمنه موجوده في الانف وخراريج وصديد وحاجات زي كده، لازم تصلحي الحكايه دي الاول وبعد كده تعملي التدخل الجراحي. دي حاله. الحاله الثانيه لما يكون جراح التجميل شايف انه مش هيفيد المريض بتاعه. بمعنى ايه؟ الانف قدامك شايفاها مناسبه بالنسبه للطول، بالنسبه للارتفاع، بالنسبه للعرض بتاع الوجه، مناسبه تماما من الناحيه الجماليه، فانت شايفه انك انت مش هتقدري تبيت جديد لهذا المريض، فهنا هقول لا. الحاجه الثالثه اللي هي سيادتك تقصديها، ان المريض بيجي لك مهزوز، مره يقول انا عايز انف تشبه فلان، ومره تقول لك انا عايز انف تشبه فلانه، وبعدين لما تيجي ترسمي لها رسمه معينه تلاقيها مهزوزه، وبعدين في الاخر تقول لك انت رايك ايه يا دكتور؟ الحقيقه بتلاقي هذا الاهتزاز موجود بالذات في حالات الانف. في بعض الحالات بنحتاج ان احنا ناخد راي جراح طبيب نفسي استشاري امراض نفسيه معايا علشان اقول له العمليه الفلانيه لو عملتها هل هذا المريض هيستفاد ولا لا؟ ودي بنشوفها اكتر حاجه في جراحات التجميل في جراحات الانف. بيبقى المريض دايما مهزوز مهما تعملي معاه، طالما المهزوز من الاول مهما تديله الناحيه الجماليه هو لازال يقول الناحيه دي غير الناحيه دي، الطول غير العرض، الارتفاع، الميل، السمك وهكذا. فانت محتاجه تعرفي انك انت هتفيدي هذا المريض بهذا التدخل وتكون كجراح مقتنع بهذا التدخل الجراحي. هل عمليه التجميل في الانف ممكن تؤثر بشكل او باخر على وظيفه الانف خصوصا في التنفس او في اي مشكله ممكن تصيب الانف؟ لا، هو ده يحصل لو ده ما يبقاش تجميل انف، ده يبقى تشويه انف، لان اذا كانت الوظيفه اساسا في الاول موجوده مظبوطه وانت ابتديتي تعملي تدخل جراحي وكانت نتيجته ان المريض النفس بتاعه تاثر بطريقه للسلب فانت ما عملتيش تجميل للانف. طبعا دي كلام مش مقبول. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل. والاسبوع القادم هنتكلم عن ايه؟ طالما اتكلمنا عن تشوهات الانف نتكلم المره الجايه عن الشفه الارنبيه والتشوهات المصاحبه ليها ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير. ومشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل فقرات وحوارات صباح الخير يا مصر.